جعلنا نحن شعوب الأرض لكي نكون أصدقاء ونتعارف، فلذلك خلقنا. فالله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف. فأصل وجود الشعوب هو التعارف، وهو الأصل بيننا، ليس إيجاد العداوة أو البغضاء. فنحن لذلك فكرنا في هذه الدورة المباركة التي تعيش عامها الرابع من نجاح إلى نجاح، التي تحمل هذا المعنى الجميل الذي يجب أن تتسم به المجتمعات وتتحلى به المجتمعات. فلذلك ولله الحمد كل هذه الجاليات اجتمعت، ولله الحمد هذا العام 20 جالية مباركة من دول مختلفة، منها الأفريقية ومنها دول آسيوية، وكذلك يعني كان لنا شرف مشاركة يعني للمرة الثانية كذلك الجالية السورية والجالية اليمنية والجالية البرمائية والجالية الفلسطينية. فهذا شرف لنا، أضفى لهذه البطولة حلة جميلة وبهاء. وإن شاء الله يعني مع السنوات القادمة إن شاء الله نسبو لأن تكون جميع الجاليات مشاركة في هذه البطولة المباركة التي تحمل هذا المعنى المبارك لبلادهم وللمقيمين في هذا البلد المبارك. فكلنا مع الصداقة، وكلنا مع من يعكر صفو هذه الصداقة. فولله الحمد جميع الجاليات بصوت واحد جاءوا وباركوا وحيوا وشاركوا لتكوين الصداقة وتثبيتها وإيجادها وجعلها هي الأصل بيننا ونبذ العداوة. فلذلك يا إخواني كلنا ولله الحمد يعني نحمل هذا الهم وهذا الفكر، هم كيف الحمد لله نكون أصدقاء لا يفرق بيننا لا أبيض ولا أسود ولا عربي ولا عجمي. شعارنا شعار جميع الأنبياء وجميع الرسل وعلى رأسهم سيد المرسلين سيدنا محمد: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا فرق بيننا، كلنا إخوان، وكلنا نعيش في هذا البلد في ظل هذا الرخاء، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الملك سلمان حفظه الله ومتعنا الله بصحته وعافيته، وسيدي ولي عهد الأمين الذي نعلن بيعتنا له سيدي الأمير محمد بن نايف حفظه الله، وولي عهده سمو الأمير سيدي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، حفظهم الله جميعا لنا وأيدهم الله بنصره. وكلنا نحن من هذه الدورة المباركة نرفع صوتا واحدا، كل الجاليات التي شاركت بما فيها الجالية البريطانية والإيطالية والجاليات الأخرى، كلنا جئنا بصوت واحد: نحن معكم عزما وحزما، وندعو الله أن يوفقكم ويسدد خطاكم لتدحروا كل من يعكر صفو الصداقة حتى نكون أمة واحدة على قلب واحد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا دوما للأخوة والمحبة هذا. وأشكر كل من حضر وشارك، وإن شاء الله تنطلق هذه الدورة المباركة بهذا المعنى الجميل. فنحيي الجميع ونحيي النكهة النيجيرية لهذا العام، لأن هذه السنة سوف تكون البطولة بالنكهة النيجيرية. فإن شاء الله نرى إن شاء الله الافتتاح بالطريقة والمظهر الجميل، ونحيي الجميع، وعلى بركة الله تنطلق هذه البطولة إن شاء الله، ومن نجاح إلى نجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.